نعم دكتور محمد الصغير، بحكم أن حضرتك عشت في الغرب لسنوات طويلة، هل ما تفضل به الإخوة الكرام الآن من استعراض أو كمبشرات حتى هو قابل للتطبيق فعلا على ضوء الواقع الميداني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. وفي إشكالية أنه في فرق بين الإسلام والمسلمين في الغرب. الإسلام بقواعده ونصوصه وذاتيته وربانيته بينتشر ويقرأ عنه والنخب تسلم، لكن بعد 7 سنوات من الإقامة في الغرب قلت أنه كل ما في الغرب متقدم إلا المسلمون، المسلمون مش متقدمين، واللي بيحصل هذا ربما سببه أنه هو هذا الدين دين الفطرة، والمجهود الذي يبذل ليس مجهودا كبيرا يتناسب مع عدد المسلمين، لا سيما أننا لو نظرنا إلى بداية هجرة المسلمين إلى الغرب كانت هجرة غير مرتب لها، الظروف هي التي ألجأت إليه، وهذا من فضل الله على أهل هذه البلاد، فإن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، فهم احتاجوا بعد الحربين العالميتين والتدمير الشامل وموت الرجال في الحروب احتاجوا إلى أن يأتي الأتراك. يعني خلي بالك ألمانيا بتفتخر بأنها صاحبة أعظم شبكات الطرق في العالم، شبكات الطرق في ألمانيا هذه تركية أقامها الأتراك قولا واحدا، واحتاجوا عمالة لشركات السيارات فكانت أيضا من الأتراك ومن المغاربة ومن المسلمين. هنا في مفارقة عجيبة جدا، احنا عندنا وصلنا في أوروبا إلى الجيل الثالث وربما الرابع. الجيل الأول كان مجموعة من البسطاء من العمال وكانوا أميين في الغالب، لكن كانوا متمسكين بالإسلام ومتمسكين بالهوية وهم الذين أنشأوا المراكز الإسلامية. ما شاء الله. حتى لحق بهم الجيل الثاني اللي هو عمل شيء من النهضة اللي هو جيل الطلاب، فده اللي أدخل المساجد داخل الجامعات، عمل غرفة وسماه مسجد وبدأ يحرك المسجد الذي بناه العمال. فالدعوة الإسلامية، وأنا قلت هناك وأقولها في كل مكان، الدعوة الإسلامية في الغرب لا سيما أوروبا مدينة للعمال، ناس البسطاء دول اللي هم متمسكين بالإسلام. وحقيقة من أكثر الناس حمية على الإسلام الجنس التركي، لأنه الأتراك عندهم الإسلام مكون من الشخصية التركية، يعني هو ما يصليش لكن لابد يهتم بالمسجد، ده شيء رأيته رأي عين، يعني اللي عليه من الأموال الشهرية يدفعها ويروح ياخد إفطار يوم في رمضان ويفطر المسجد كله، هو بيأتي من رمضان إلى رمضان فقط. فهذا لما جاء الجيل الثاني تعتبر هي كانت المرحلة، مرحلة الرواج، المرحلة الأفضل، لكن مع الجيل الثالث اللي ولد بدأ النزيف بالنسبة لنا، بدأنا احنا ندخل في مرحلة الخسارة. لماذا؟ لأنه التعليم في الغرب تعليم موجه، تعليم كل حرف بيقال مدروس هيقال لإيه ويوصل إلى ماذا. صحيح. فخرج الجيل الثاني أو الثالث مصبوغ بالصبغة الغربية، مطبوع بالثقافة الأوروبية، اندمج وصل إلى مرحلة الذوبان في المجتمع الغربي، وبقيت قلة قليلة التي لها علاقة بالمساجد. وضاعت اللغة اللي هي اللغة الأم، الأولين اللي هم البسطاء العمال حافظوا على اللغة. صحيح. لكن الأجيال الجديدة لا تعرف، فأصبح إذا كان بيدخل لنا من المسلمين الجدد رافض فبيضيع منا من أولاد المسلمين. فأنا شايف أنه في الأجيال هذه المكسب رايح ناحيتهم هم. وهنا أنا يعني لا أحبل الأمر على المسلمين، لكن العنصرية البغيضة، تخيل الجامعة الأمريكية عمرها كان في مصر كتير جدا، عشرات السنين،
طيب تعال نسمي دكتور حاتم عندنا الجامعة الأمريكية من هل في دولة أوروبية من غير ما نعدد ملهاش جامعة في مصر؟ الكندية، الفرنسية، الألمانية كلها، ألمانيا كلها ما فيهاش مدرسة ابتدائي، مدرسة واحدة. كان في بعض المدارس الصغيرة تابعة للسفارات، مدرسة السفارة السعودية، مدرسة السفارة الليبية، وتعلم أبناء الدبلوماسيين، وأغلقت بعد أحداث 11 من سبتمبر. في ألمانيا في مدينة ماينز كنت عشت فيها فترة قرب فرانكفورت، لما خدوا تصريح بحضانة رياض أطفال اتعملت احتفالية كبرى حضرها الوالي ونائب ممثل رئيس مجلس الوزراء علشان حضانة. فهم بيحاولوا انه التعليم ده خط احمر. تقصد انه لا توجد مدرسة غير ألمانية؟ طبعا كله ألماني طبعا فقط. نعم. كل المدارس اذا اراد المسلم ان يعلم اولاده شيء من القرآن واللغة العربية فبيضطر الولد ما ياخدش يوم العطلة اللي هو الراحة، فبيذهب به الى المسجد في يوم السبت والاحد. يبقى الطفل المسلم ما بياخدش عطلة لانه طول الاسبوع في المدرسة الألمانية، ويوم السبت والحد بيروح المركز الإسلامي عشان يتعلم شيء من العربية. نعم. وشيء من القرآن. نعم. الموضوع لسه له تكملة. نعم. استأذن حضرتكم بس.